وات ار فودز ريتش ان ايرون؟ عايزين نشوف الايرون في الدايت. هنلاقي الايرون منتشر في مأكولات كتيرة، من ضمنها اللحوم، البيف، الدك، السردين، اللحوم الحمراء، لامب، البيف، موجود في البقوليات زي البينز، الفول، العدس، موجود في الخضروات زي السبانخ، موجود في بعض المأكولات زي العسل الأسود. الحاجات دي مهمة جدا إن احنا نعرفها، لأن احنا هنحتاجها بالإضافة طبعا للأدوية لما يكون في عندنا نقص في الحديد اللي هي Iron Deficiency Anemia. طيب احنا محتاجين من الحديد كميات يومية، زي ما شايفين كده الكميات دي بنقول عليها Daily Requirements from Iron، Recommended Daily Amount of Iron، كمية محددة بننصح بيها. هنلاحظ في الصورة دي أكتر فئة محتاجة الحديد، لو نختار كده من الفئات اللي موجودة هنلاحظ إن أكتر فئة في البريجننت وومن اللي هم الحوامل، يبقى الحوامل فعلا هم أكتر فئة محتاجة للحديد، 27 ميلي جرام في اليوم، بينما كل الفئات الأخرى بتحتاج حديد برضو بكميات مختلفة. ويلي يعني الفئة الثانية في الاحتياج للحديد هم السيدات ما بين العمر 19 ل 50. طبعا احنا يعني عرفنا السبب من خلال الكلام اللي قلناه سابقا، ان السيدات في السن من 19 ل 50 بيبقى عندهم الدورة الشهرية فيها كرونيك بلاد لوس، فقد دم، ولو كانت الدورة الشهرية ديت فيها كميات كتيرة من الدم بتفقد يبقى هي عرضة انها يجيلها ايرون ديفيشنسي انيميا. علشان كده نتفادى الكلام ده، لو لاحظنا ان كمية النزيف اللي بتحصل اثناء الدورة الشهرية كتير يبقى لازم ناخد حديد ازيد من الطبيعي طبعا.